الأخبار معكم سليمان شحادة بفيديو جديد. يا جماعة بتعرفوا انتوا اليوم رح تنصدموا انه انا رجعت على السوشيال ميديا وخاصة اليوتيوب بفضل الأحبة. بصراحة بفضل الأحبة. اليوم يا جماعة موضوعنا الأساسي اللي شاغل السوشيال ميديا كله سوا بسام اسماعيل محمد جواني. من 6 أشهر 7 أشهر السوشيال ميديا بنطفد ثورة الغضب على السوشيال ميديا يوتيوب وانستغرام. بين محمد جواني وبسام اسماعيل شافها محمد جواني. انا بتابع اثنين بصراحة ومشترك على الاثنين. شافها محمد جواني راح سافرت على الأردن وعم تصور هي وأنس الشايب. لأخبركم القصة الكاملة. هون الزلمة غار. هون الزلمة محمد جواني غار. وبلش يطلع يشبق ويا بصراحة بسام. كل هيدا اللي قالوا عليها تلفيق. راح تشوفوا بالدليل عندي انه هذا كله تلفيق. محمد جواني مثل ما حكيت بسام بده يطلع. صار له غايب عن القناة 3 4 أشهر بده يطلع لحتى يرجع يسترد قوته على اليوتيوب. بقى شو بعمل انا اليوم يا محمد جواني؟ جبت معي بنت اسمها مريم اشتغلت انا وياها وبدي ارجع عند جمهوري. استحي على حالك يا محمد جواني. انا عم اقول لك اليوم يا جماعه اليوتيوبر كله الوسط اليوتيوبر كله عم يلم مشاهدات وعم يلم متابعين بسببكم انتوا الاثنين. انتوا الاثنين اللي كنتوا اكيب واحد اللي كنتوا ايدكم بايد بعض. لك هيدي البنت بنت بلدك. انا لا عم جرح فيك ولا عم جرح بسام ومش جاييني شيء منك ولا من بسام. بس يا جماعه يا متابعين حلوها بيناتهم حلوها. انتو يا محمد جواني ويا بسام جواني التركية بسام بألمانيا حلوها مع بعضكم. حش يطلع يقول لك امك دخلت على المستشفى بسبب هالشيء. حلوها بين بعضكم عيب. لك صرتوا عم تجيبوا ترندات من ورا التهديدات تبعكم. يا حبيبي محمد جواني تعال اقول لك اليوم شغلي. انا بدي اعتبر حالي متابع من متابعين بسام وبدي اكون على بسام اليوم بشغلي واقول لك اكشف المستور. شو في عندك اكشف. شو في عندك اكشف. بس انك تجرح ببنت وعم تقول الحفوضه الصغيره والحفوضه الكبيره وجبت سميت جوز خالتها امجد حفوضه عادي يا زلمة. أنا امبارح طلعت بس مباشر على الانستجرام كنت معصب شوي ففجرت فيك بصراحة عيب. خلونا نشوف شو قال الماجي ونرجع معه. تفضل شوفوا أصدقائي المتابعين شو عم بيقول محمد جواني ونرجع لبسام. اوكي حبايبي حاليا انا قدامكم كلياتكم رح ضلنا مسام. مختنا هون وين جاي بالزحمه انت؟ بطلع بدوس في تمك قدام الناس كلياتها. مع احترامي لكم معلش يا جماعه. عم يحكي مع مارسيل ليبيض وجهه ويعرف يطبخ الطبخه. شو اخبارك طمنا عنا؟ تفضل. خيو جبت رقمك هي شغلت. خيو هي قدام الناس يا شباب. ما رح اختصر الموضوع معك. محمد جواني طلعت بسام اللي بيقول عنها هي حفوضة ونفخة وعاملة شو بيسموه سيليكون وباتوكس وقصص. نزلت على ستوري على انستغرام
صرت تقول له حرام اتركوني بحالي، ما لقيتش الا امي اللي بحبها هي قد بي وقد الدنيا كلها تحكي عليا هيك. وامي هي مين انت لامي تعطيك سر؟ خلونا مشاهدات واللايكات، وانا ماما قاعده عايزه الجلطه هلا وعندها الاسعاف خلاص مشان الله. حبايبي فهموني، انا نهدي ما حدا على ستوري بيفتح التسجيل بالبيت، ما عم نقدر نعمل شيء، ما عم نقدر نحكي مع حدا. يورجيك بس جواني، شوف كبار شوي يا زلمة، كبار شوي. شو بترد بيسان وبتقول له نحن هلا بالمستشفى بفيديو ستوري تاني، والله لا سفتش موت بعي علي وتقول له يا كلب المشاهدات. بتعرفوا كم قناة صعدت وصارت قوية من وراكم؟ أنا عم بحكي مش لأول قناتي، أنا بعدني صغير الحمد لله وبكبر مع الأيام، كل العالم كانت صغيرة، فيش إلا الأكبر إلا رب العالمين بس. بتعرفوا كم قناة يا جماعة الخير كبروا من وراكم؟ بتعرفوا؟ هذا يطلع يحكي عبد السلام اسماعيل محمد رجواني تقتل صفة بسان، هي يطلع يحكي عن بسان بسان وجواني كمان كذلك الأمر. عم بحكي كلها قنوات تحت 100,000 20 25، بتعرفوا هذي كم قنوات صعدت كلمتكم؟ بتعرفوا كم رياكشن كل يوم عم يطلع فيديو على عنكم؟ أنا اللي بقولكم إياه يا جماعة الخير، لا تطلع أنت يا جواني تحكي عندك شركة وعندك مطعم، لك الله يوفق الله يوفق لنصفق، ما تطلع بهدل هالبنت اللي هي شهرتك على اليوتيوب. انا بعرف انه انت تعرفت علي على اليوناو، انا حضر لك مقابلة انت وياها شهرتك على اليوناو، ما تطلع وتألف قصص. لو انت بتعرف شيء يا محمد جواني من اول فيديو نشرته عم تحمل عن قتل الحلال اجزاء سلسله يا زلمه، وبتقول له للعالم انا اخواتي مش محدد الربح على الفيديوهات، تطلع بفيديو 15 دقيقه تقول انا مش عيب يا زلمه، عيب، اتقي رب العالمين شويه يا زلمه، هاي حلمي هاي حلمي. طلع امجد حكي على اختك وعلى شرفك، اوكي بدك تهاجم امجد هاجم امجد، جوز خليتها لبيسان، شو بدك بالمخلوقة؟ خلونا نشوف بيسان بالمستشفى كيف قاعدة تشتمه لمحمد جمال. وهلا حبايبي ماما بالمشفى بسببك يا قفل الحرام، تمام؟ وإذا صار لها شيء لماما وحياة ربي بعمري ما راح سامحك، هي واحد. اثنين، ماما بدها تترك كل الدنيا وتيجي تحكي لك سر إلك؟ مين انت اصلا وهي بتعرفك كلب من اول ما شافتك؟ بس انا الحمار اللي امنت لواحد مثلك وعطيتك يا جواني، اذا جرحت اصبعه بيجي الاسعاف. عم تخاوز يا ابن الحليل، عم تخاوز، انا لاني معك ولاني معك، ولا بدي كبر كذا المطي لا على ظهرك ولا على ظهرك، بس في شيء اسمه رجولي، في شيء اسمه رجولي اليوم. ولا الرجولة عندك يا ابن الحليل، هلا انت بتقول لي القصة، انا بعرف انك غلط شفتها مع انس الشريف، انت مين؟ بتطلع بتقول لي انا عقلي كردي وانا ابن عشيري، ابن عشيري عراسي وعيني، بس ليش بدك تهددها للبنت بنت بلدك؟ متابعيني الكرام، الرأي العام كله لائق بسام اسماعيل، عم يطلعوا ترندات عم يطلعوا ترندات من ورا مشاكل. لو في وثائق عند جواني او عند بيسان، انا متاكد انه بيسان تطلع وبتحكي. بيسان عم تنام عن خدتها مرتاحه، وجواني هدي شوي هدي، الله يرضى عليك، تقي الله فيها البنت.
تقي الله. والسيليكون والبوتوكس اللي عملتهم انت مالك خصة فيا، مخلوقة عندها أم هي، وهي بتعرف كيف تتعامل بنتها، عندها مين هي يرد عليا. انت يا جواني لو عندك شوية من زبرة الكرامة تطلع بتعتذر من البنت. خلص يا زلمة، هتعمل لي جزء تالت حفولة وجزء رابع، اتركها للبنت. يا جماعة هون بكون خلص الفيديو مثل ما شفتوا. مشكلة بين بسام وجواني، بصراحة أنا من زمان لما كنت أشوفهم مع بعض كنت أحبهم وأتابعهم، ولحديت هلا ما شفت السبسكرايب. تحياتي للجميع، تحياتي إلك بسام، إلك جواني، ما تزعلوش مني. بس هيدي كانت اليوم رد فعلي، بشوفكم في فيديو جديد وإلى اللقاء.